النهارده كان في مباراه في الدوري وهكمل الاخبار، بس ايه ناخد حاجه كده نخش في ماتش النهارده. طبعا بكره في ماتشين في الدوري، بكره عندنا اللي هو الاثنين ان شاء الله 6 مارس مباراه الداخليه وغزل المحله، بكره ان شاء الله الساعه 3 في استاد بترو سبورت، والمصري وطلائع الجيش الساعه 5 بكره. دول ماتشين بكره في الجوله 21، مباراه الداخليه وغزل المحله ومباراة المصري وطلائع الجيش، دول بكرة إن شاء الله اللي هو الاثنين 6 مارس. معايا برضو طاقم التحكيم لماتشات بكرة عشان برضو إيه تبقوا عارفين الحكام. الداخلية بكرة وغزل المحلة، لا المباراة هتتلعب في استاد السويس، مش في بترو سبورت، في استاد السويس الجديد. الداخلية مع غزل المحلة، محمد سلامة حكم المباراة، إبراهيم السوداني وهشام ربيع مساعدين، هشام الفلال حكم رابع، محمد الشناوي ومحمود ابو الرجال فار. مصري وطلائع الجيش، محمود البنا هو حكم المباراه، تامر رشاد وكريم يونس حكام مساعدين، محمد العتباني حكم رابع، علاء صبري وهاني عبد الفتاح حكام فار لمباراه المصري وطلائع الجيش. خلينا نشوف 17 نقطه، الداخليه 17، ام بي 17، حرس الحدود 16، الاسماعيلي 15، البنك الاهلي 14. بصوا الحته اللي تحت دي، من اول طلائع الجيش للبنك الاهلي الفرقه دي بقت خلاص بتصارع الهبوط، ان الفرق اللي تاني اللي من المركز ال 12 هتلاقي فيه فرق. بصوا هات لي كده الجدول من المركز ال 12 لغايه فوق، هنلاقي فيه فرق، بقى فيه فرق دلوقتي 24 نقطه، فاتفصل الفرق دي اتفصلت عن بقيه الجدول، بقى فيه فرق. بصوا سموحه 24 نقطه، المصري 25، ف أسوان 25، سيراميكا 25، فاركو 26، والمحلة 27. ففي ست فرق دلوقتي بيصارعوا الهبوط، رغم إن لسه بدري على الدوري، لكن خلاص يعني إحنا في الأسبوع دلوقتي ال 21 ناقص حوالي، غير الأسبوع اللي إحنا بنلعبه ده في 13 أسبوع تانيين. ف وطبعا في برضه يعني الدوري اتقسم ثلاث حتت. الصراع المقدمة ما بين الأهلي وبيراميدز وفيوتشر والاتحاد السكندري والزمالك، وخلي بالكو ماتش الاهلي والمقاولين ده مؤثر على الزمالك، هتقولوا لي ليه؟ عشان لو المقاولين كسب الاهلي في الماتش المؤجل ده اللي هو بتاع يوم الثلاث، لو المقاولين كسب الاهلي المقاولين هيبقى في المركز الرابع، والزمالك هيبقى في المركز الخامس او السادس. يعني الزمالك دلوقتي 33 نقطه، هيبقى في المركز السادس، والمقاولين هيبقى في المركز الرابع، بس مش على نهايه الدور الاول، الماتش ده مؤجل. فلو المقاولين كسب الاهلي يوم الثلاث هيبقى في المركز الرابع، ان لو الاتحاد الافريقي طلب من الاتحاد المصري اسماء الانديه اللي هتشارك في افريقيا في الموسم القادم بدري، واحنا هنخلص الدوري في نص سبعه، هياخدوا الترتيب بتاع نهايه الدور الاول اللي هو الاهلي وبيراميدز وفيوتشر والمقاولين. ده في حاله ان المقاولين كسب الاهلي يوم الثلاث، فده لو خدوا الترتيب ده بتاع نهايه الدور الاول كده، معناه الزمالك مش هيلعب في افريقيا في الموسم القادم، ولا دوري ابطال ولا كونفدراليه. ده في حاله ان الاتحاد الافريقي يطلب اسماء الانديه المشاركه في افريقيا في الموسم القادم، فهيلجا الاتحاد المصري هيلجا الى ترتيب نهايه الدور الاول. فلو المقاولين كسب